نتواجد الآن في المستشفى العسكري، هذا المستشفى الذي يقع في الجهة الشرقية من مدينة تعز، وتلاحظون هذا القسم قسم الغسيل الكلوي الذي تم تدميره بشكل كامل من قبل عناصر الميليشيات الانقلابية بعد أن تم تحريره من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، عملية ممنهجة لتدمير هذه المستشفيات التي كانت تستخدمها الميليشيات كثكنات عسكرية وأيضا كمستشفيات ميدانية تقوم بعلاج جرحاها. أيضا تلاحظون المبنى الآخر الذي يعتبر هو مبنى أو قسم العناية المركزة، وقد تم تدميره أيضا بشكل كامل بفعل ضربات وقصف الميليشيات الانقلابية المتواصل على هذه المستشفيات. انتهاك آخر ترتكبه الميليشيات الانقلابية دون مراعاة لقوانين الحرب التي تجرم وتمنع استخدام المستشفيات والمدارس في ثكنات عسكرية أو أماكن لتخزين السلاح. انتهاك آخر ترتكبه الميليشيات الانقلابية بحق المستشفى العسكري يغيب أيضا عن نظر المنظمات الحقوقية، الذي يطالب الأهالي هنا بزيارة المنظمات الحقوقية من أجل توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق هذه الأجهزة التي يحتاجها الناس في ظل الحاجة الماسة لها نظرا لتدهور الوضع الصحي الذي تعيشه هذه المحافظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، من المستشفى العسكري في مدينة تعز.